السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في فيديو عن مواصفات وإمكانيات وسعر السيارة رينو كادجر موديل 2020. هنتكلم النهاردة عن تفاصيل إمكانياتها والكماليات اللي نازلة بيها. هنتكلم عن الفئات بتاعتها الثلاثة، وهنتكلم عن سعرها في مصر وسعرها في فرنسا، ومقارنة ما بين السعرين. هنحسب استيرادها والضرائب والجمارك، وهنجمع عليهم مصاريف الشحن، وكل ده هنجمعه ونقارنه بسعر اللي موجودة في مصر علشان نعرف إذا كان فعلا الوكيل في مصر بيكسب بهامش ربح معقول، ولا بيكسب بربح مبالغ فيه، ولا تكون العربية أصلا مش هي المباعة في الخارج واللي بتجيلنا دي إمكانيات تانية وتفاصيل تانية. نبدأ على بركة الله. مرحبا بكم من جديد، والفيديو عن رينو كادجر. دلوقتي عايزين نعرف بداية كده، العربية رينو كادجر برا بتتباع بكام؟ وبعد ما ادفع الضريبة بتاعتها واشحنها لمصر هتوصلني هنا بسعر كام؟ ورينو اللي بتبيعها شركة رينو مصر الوكيل الرسمي لرينو سعرها كام؟ طب مين ازيد من مين؟ وهل هي العربية اللي بتتباع برا هي اللي بتجيني، ولا التانية منزوعة الكماليات؟ ده اللي هنعرفه من السعر، وهيبان كل شيء دلوقتي ان شاء الله. نخش على جوجل وهنكتب رينو فرانس عشان تجيب لنا الصفحة الرسمية لشركة رينو، تمام، وهنترجمها للغة الإنجليزية عشان نعرف حتى نفهم ايه اللي بيحصل. ده الموقع الرسمي بتاع شركة رينو، ودي انواع العربيات اللي هم بيبيعوا فيها. احنا هننقي العربية الكاجر، طبعا هي ترجمت بالانجليزي بس مكتوب كاجر، المهم هي دي العربية بتاعتنا. السيارة كاجر اي، دي العربية بتاعتنا. بيبدأ سعرها اهو مكتوب فروم 26400 يورو. 26400 يورو. طب احنا لو حابين نعرف اليورو بكام، سعر اليورو النهاردة 17.83 جنيه. يعني هنعرف السعر الاول قبل ما نحط اي حاجة. لو قلنا 17.83 في العربية كانت بكام؟ 26400. 26400 يبقى نازلة ب470، ودي المفروض الفئة الاولى. لو جت مصر ولا دفعت جمارك ولا شحن ولا اي حاجة خالص هتوصلني ب470 الف. يلا طب هو بيبيعها بكام رينو مصر؟ هنخش على الشركة المصرية، ده موزع معتمد. هنخش على السيارات الجديدة، ندور على السيدة رينو، اهي رينو كادجر اهو نازل مصر. ثلاث فئات من رينو كادجر. الفئة الاولى نازلة ب394 الف، دي اكيد يعني فيها مجرد بس بعض انظمة الامان وفاضية من الكماليات. الفئة دي فيها كل انظمة الامان وفيها نص الكماليات. الفئة دي فيها كل حاجة وفتحة السقف وكل الكلام اللي احنا عارفينه. الفئة الاولى 394 الف، التانية 424 الف، التالتة 444 الف. طيب 444 الف، نبص برضو على موقع تاني يمكن المصرية بيهزروا. ده موقع كونتاكت كارز كلنا عارفينه طبعا. هندور على العربية رينو، السيارة رينو كاتجر، وهنشوف الزيرو بتاعها نازل كام فئة. نفس الكلام برضو تقريبا كلهم متفقين. الثلاث فئات، الفئة الاولى نازلة 394 الف، الفئة الثانية 424 الف، الفئة الثالثة 444 الف. طيب يبقى دي الفئات اللي موجودة في مصر اهي.
عايزين نشوف بقى بره لو حاولنا ننفذ عملية الاستيراد اللي بتتم. تمن العربية 26400 يورو. يبقى أول حاجة هنعملها إن احنا هنشوف جماركها كام. آدي صفحة من بيان تخفيض ضريبة الوارد طبقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية اللي هي زيرو جمارك. طبعا العربية رينو كاتجر 1200 سي سي، يبقى هتتكلم من 1000 لـ 1300، يبقى هنا في الخانة دي اتعمل عليها طبعا خصم وتشال، بقت معفاة من الـ40% ضريبة الوارد، إنما في رسم تنمية 3%، رسوم جدول 1%، قيمة مضافة، ضريبة قيمة مضافة 14%، مجموعة ضرائب تانية كده يعني كوكتيل ضرائب أعمل 1%. في حالة إن أنت هتجيبها تجاري هتكلفك 19.5% ضريبة، في حالة هتجيبها للاستخدام الشخصي هتكلفك 18.5% ضريبة. طيب احنا عايزين نعرف العربية بتاعتنا لو هندربها مثلا في ال 18.5 عشان نعرف هل شركة رينو مصر بتاخد هامش ربح ضخم ولا هامش ربح قليل، ولا عاملة زي منصور وغبور بتضرب تمن العربية في اتنين. الكلام ده كله هنعرفه بإننا ناخد بقى الرقم ده 26400. نرجع تاني ال 26400 هنضربهم في الضريبة اللي اتفقنا عليها اللي هي 18.5%. ال 18.5% عملوا 4884 يورو، يعني نقول 5000 يورو. 5000 على ال 26400 تعمل لها 31400، والكلام ده في الفئة الأولى 31400. طيب ال 31400 عايزين نعرف لما نحوله بسعر اليورو 17.83 هيعمل كام؟ هنضربه في 17.83 عشان يرجع لنا بالمصري، عامل 559000. طب هنجمع عليها تمن الشحن. الشحن عادة بيبقى 1000 يورو، يعني حوالي 17000 جنيه ل 20000 جنيه، هنقول 20000 جنيه، يبقى هنجمع عليها 20000 جنيه، عاملة 579000. يبقى الفئة الأولى اللي نازلة لنا مصر هنا ب 394000، هي في الواقع لو حبينا نجيبها استيراد من بره هتوصل ب 579000. ايه الكلام ده؟ الله، طب ما احنا عايزين نتأكد ان هي دي الفئة الاولى. نعمل ايه؟ هنخش على الكونفيجر يورز دي اهو، احنا كده بنكتشف بس العربية بتاعتنا ايه تفاصيلها يعني. تمام، دي الفئات الموجودة من شركة رينو العالمية اللي نازلة للعربية دي، هي اربع فئات. طيب هي عموما الفئات اللي موجودة من شركة رينو هي الاربع فئات دي، ادي واحد اتنين تلاتة اربع فئات. طيب احنا الفئة بتاعتنا اللي بنتكلم عليها الغالية اللي هي مثلا هنقول بتلات اربعات دي ب 444 الف، نخش فيها نشوف كمالياتها، يعني عايزين حاجة مميزة كده عشان نعرف نمسك منها الفئة هناك. هنقول مثلا جنطة 19 خلاص، علشان ايه ما نغرسش في الكماليات لانها كتيرة جدا، كلهم نفس التفاصيل بس دي هتبقى ايه المميز فيها انها جنطة 19. نرجع كده نبص على اللي قبلها، اللي قبلها دي كام؟ اللي قبلها دي جنط 18، واللي قبلها اللي هي الفئة الأولى جنط 17. تمام، يبقى احنا هنميزهم بموضوع الجنط ده. يبقى احنا خلينا في الايه في الفئة الثالثة الغالية اللي ب 444000 اللي هي جنط، الجنط بتاعها 19 بوصة. تمام، طيب يبقى احنا هندور على موقع رينو الفرنسي العالمي عن سيارة بجنط 19 اللي هي دي.
الفئة اللي اسمها انتنس. الانتنس دي ب 31,300 يورو، 31,300 يورو. طيب احنا عايزين نعرف ال 31,300 يورو دي لما نبدأ ندخلها في تفاصيل عملية الجمركة والشحن والكلام ده كله هتدينا كام؟ الفئة الأولانية اتفقنا إنها ب 579,000 جنيه مصري، اللي هي ب 394,000 هنا الوكيل بيجيبها، يعني هو تقريبا الوكيل بيصرف علينا من جيبه. احنا هنصفر دي ونعمل الجديدة. الجديدة احنا اتفقنا إنها بكام؟ الجديدة الانتنس بتاعتنا ب 31,300، اللي هي مقاس الجنط بتاعها 19 بوصة. خلاص يبقى 31,300. نضرب بقى التدريبة بتاعتنا، 31,300 في 18.5%، يعني حوالي 5,790 يورو، يعني نقول 6,000 يورو على 31 بقت 37,300. ماشي، 37,300، يبقى احنا بنتكلم في 37,300، هنضربهم في تمن اليورو اللي احنا اتفقنا عليه، اللي هو تمن اليورو 17.83، يبقى في 17.83 هتساوي 665,000. هنزود عليها الكونتينر اللي هيجيبها من فرنسا لحد مصر، اللي هو يعني بيعمل 1,000 يورو، يعني حوالي 17,000 او 20,000 جنيه. ادي 20,000 جنيه، يبقى العربية بتتكلم في 685,000 جنيه مصري. الفئة اللي هي بتباع بكام؟ بتباع ب 444,000. احنا لو جبناها من بره علشان نوفر هنجيبها ب 685,000، ام 44,000. يعني معنى كده ان الوكيل المفروض بيصرف علينا، يعني هو كان جايبها ب 685,000، وعلشان حالة الشعب المصري المتدهورة بيبيعها لنا ب 444,000. طبعا الكلام ده كله هكس. الواقع حضرات اللي بيحصل ان العربية اللي بتيجي مصر غير العربية اللي بنشتريها من بره خالص. يعني احنا بنتكلم دلوقتي على النوع ده اللي هو الانتنس، مش هو اللي موجود. ولو دخلنا في كل التفاصيل بتاعتها وكل معلوماتها وقارناها بالمعلومات هنا في مصر هنلاقي كلام تاني خالص، هنلاقي كلام تاني خالص، عربية غير العربية. اللي انا اعتقده، يعني هو اعتقاد انا مش متأكد من الموضوع ده، ان هو بيجيب الفئة الاولى خالص اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي اللي اسمها اللايف دي، اللي هي ب 26,400، اللي هي ال17، ويطلب منهم غيروا لي ال17 دي خليها 19 بوصة، تمام، وشيلوا لي مجموعة الكماليات كذا وكذا، وفي الاخر ال26,000 دي بيوصلها 20,000 يورو، وال20,000 يورو دي لما يجي يشحنها مصر بيبيعها لانها اعلى فئة واقل فئة بينزل منها كل الكماليات. ده اعتقادي والله اعلم، لان فعلا الموضوع غامض جدا. يعني استيراد وتجميع السيارات في مصر ده بقى شيء غامض، ومحدش قادر يخش يفهم ايه اللي بيحصل، مع ان اي شركة ليها ميزانية المفروض بتنشرها وبتقول تفاصيلها وعملنا ايه واشترينا بكام وبعنا بكام ومكسبنا كام، كل الكلام ده المفروض بيتقال. انما الواقع في كل توكيلات مصر ان في عدم شفافية. يعني احنا دلوقتي لو فكرنا ان احنا هنشتري العربية من بره هتجيلي ب 685,000 جنيه مصري حسب ما بتقول الدولة، 18.5% ضريبة وكده كده. ولنفترض ان هو هيوفر في الشحن، احنا هنشحن عربية واحدة في كونتينر واحد ب 20,000 جنيه، هو هيوفر هيشحن عربيتين في كونتينر يعني 10,000 جنيه، برضو ما وصلتش للرقم ده. الله، ده هو بيبيعها بكام؟ بيبيعها ب 444,000، احنا هتجيلنا ب 685,000، يعني احنا زيادة حوالي 200,000 جنيه. حتى لو الشركة عشان هو بياخد كمية كبيرة منها هتديله برضو خصم، ولكن مستحيل يكون الخصم 200,000 جنيه، تلت تمن العربية.
فأكيد العربية اللي بتيجي دي غير العربية اللي بتباع في الخارج تماما خالص، دي حاجة ودي حاجة. تصنف سيارة كاتجر على أنها واحدة من أكثر السيارات التي أنتجتها شركة رينو الفرنسية من ناحية ارتفاع معدل المبيعات الخاصة بها. تعد السيارة واحدة من أهم السيارات ذات النمط الاس يو في اللي هي السبورت يوتيليتي فايكل اللي قامت الشركة الفرنسية بإنتاجها، وظهرت كاتجر بأبعاد جيدة يأتي على رأسها العرض اللي بلغ 2 متر و5 سنتي بدون حساب المسافات الخاصة بالمرايات الجانبية، وطولها البالغ 4 متر 44 سنتي، وطول قاعدة العجلات حوالي 2 متر 64 سنتي، وارتفاعها الكلي البالغ متر 61 سنتي، والعرض الداخلي بين أقواس العجلات حوالي متر و9 سنتي. حجم الصندوق الخلفي للسيارة العامل 427 لتر. تمتلك رينو كاتجر محرك تبلغ 1200 سي سي بعدد 4 سلندرات 16 صباب، بيمتلك المحرك خاصية حقن الوقود إلكترونيا أو ذاتيا، يبلغ العزم الأقصى للمحرك الخاص بها حوالي 205 نيوتن متر عند دوران المحرك على سرعة تبلغ 2000 لفة في الدقيقة، بينما تبلغ قوة المحرك 130 حصان وذلك عند وصوله إلى السرعة القصوى وهي 5500 لفة في الدقيقة. تحتوي كاتجر على نقل حركة من النوع الأوتوماتيكي مزود بعدد 7 نقلات حركة يتم استخدامها من خلال آلات الجر الأمامية، وده للوصول لأقصى سرعة بتستطيع العربية تحقيقها وهي 192 كيلومتر في الساعة، حيث تعتمد شركة رينو زيادة عدد السرعات في نقل الحركة لزيادة عزم السيارة نظرا لسعة المحرك الصغيرة وقدرته المنخفضة وحجمه المتواضع. معدل تسارع السيارة رينو كاتجر يبلغ 10.1 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، ويشير ذلك إلى أن تسارعها جيد بالمقارنة مع حجم جسم السيارة وحجم وقدرة محركها الصغير. تمتلك كاتجر عدد 5 مقاعد داخلية واسعة ومريحة بتسعى لعدد 5 ركاب، بالإضافة لامتلاكها عدد 5 أبواب منها 4 جانبية مخصصة للركوب وباب خامس خلفي مخصص لصندوق الأمتعة الخاص بحفظ الأغراض وتخزينها. معدل الارتفاع الجزئي للسيارة 20 سنتي، ودي المسافة اللي بتفصل بين جسم السيارة وأقرب نقطة إلى سطح الأرض، وده معدل رائع جدا بالنسبة لمشيها في الطرق المصرية وبالنسبة للسيارات ذات نمط الـ SUV، يسمح باستخدامها واستغلالها في العديد من الظروف وعلى كافة الطرق وفي الجبل لو حبيت. إطارات السيارة مزودة بزنوط دائرية من النوع الرياضي، بتاخد شكل الحلقات، بيبلغ قياسها 17 بوصة في الفئة الأولى و18 في الفئة الثانية و19 بوصة في الفئة الثالثة. بتضفي كاتجر مظهر رياضي ومميز وأنيق، بينما بتحتوي على إشارات ضوئية مثبتة على جسم السيارة من الخارج بالإضافة إلى مسيلتها مثبتة على المرايات الجانبية الخاصة بها. مميزات رينو كاتجر موديل 2020، بتعد سيارة كاتجر واحدة من أشهر فئات وإصدارات السيارة الاقتصادية اللي قامت شركة رينو الفرنسية بطرحها في الأسواق، حيث بتمتلك أقل معدل استهلاك وقود على الإطلاق واللي بلغ 5.7 لتر لكل 100 كيلو متر، مما يجعلها من أقل السيارات حرق للبنزين، إلا أن الوقود اللي بتنصح الشركة المصنعة لها باستخدامه هو وقود 92 أوكتين وليس أقل من ذلك. بتمتلك كاتجر واحدة من أكبر خزانات الوقود في سيارات السيدان أو السيارات ذات نمط الـ SUV ذات الأبعاد المشابهة أو القريبة من أبعاد العربية دي، بلغ سعة خزان الوقود 55 لتر، وده الأمر اللي بيوفر على قائد السيارة عناء الحاجة المستمرة لتزويدها بالوقود واللجوء لمحطات الإمداد بالوقود باستمرار على الطريق، خاصة عند سلوك الطرق الطويلة ذات المسافات الكبيرة. تحتوي كاتجر على العديد من الوسائد الهوائية في الصالون الداخلي فيما يخص المقاعد الأمامية المخصصة لقائد السيارة والراكب الأمامي، وده الأمر اللي يرفع من معدلات الأمان بالنسبة ليها ويحفظهم من التعرض للاصطدام. بالنسبة للعربية بتمتلك نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD والمستخدمة في زيادة معدل استجابة الفرامل على الطريق خاصة أثناء سيرها على سرعات عالية في ظل استخدام نظام الفرامل المتطورة الـ ABS، بالإضافة إلى خاصية الاتزان الإلكتروني ESP اللي بتساعد في حفظ توازن العربية وثباتها على الطريق. العربية كاتجر مزودة بمساحات مخصصة للزجاج الخلفي للسيارة بخلاف الخاصة بالزجاج الأمامي، بالإضافة لتزويدها بسبويلر خلفي وغطاء مخصص للشنطة الخلفية اللي بتحتوي أيضا على نور مخصص ليها لتوضيح الرؤية بداخلها.
كما ان العربيه مخصصه في الصالون الداخلي بمساند ايد اماميه وحوامل اكواب اماميه وخلفيه، بتحتوي من الجهه الاماميه على مصابيح ضباب تحت الفوانيس الاماميه، وده لتوضيح الرؤيه بالنسبه للسائق على الطريق في حاله الشبوره او الضباب. وبتمتلك اضاءات من نوع الليد شديده الاضاءه جوه المصابيح الاماميه، مع امكانيه التحكم في المصابيح من خلال عجله القياده، والتحكم ايضا في مستوى الصوت سواء بالارتفاع او الانخفاض من عجله القياده. بتحتوي على نظام صوتي متكامل مزود بمشغل اقراص مدمجه سي دي، بالاضافه لمخرج اي يو اكس يو اس بي المستخدم في ربط الهواتف وحدات نقل الملفات، بخلاف تقنيه البلوتوث المخصصه لنقل الملفات من الهاتف الى المشغل الصوتي. مزوده بتقنيه الركن الذكي والذاتي للسياره، دون الحاجه لكاميرا خلفيه مخصصه لمساعده قائد السياره في ركنها يدويا، حيث بتعتمد في ركنها الآلي على الحساسات المتثبتة على كافة أجناب السيارة، وده الأمر اللي ما بيحتاجش معاه كاميرات أو رادارات أخرى من الخارج أو فوق الزجاج الأمامي أو الخلفي من الداخل. من عيوب رينو كادجر، المقاعد الأمامية المخصصة لقائد السيارة والراكب الأمامي كلاهما ما فيهمش خاصية التحكم الآلي، يعني ما بتحتويش على مقاعد كهرباء، مما يجعل امر تغيير اتجاهاتها والتحكم في مستوى ارتفاع كل منها وتحريكها للامام او للخلف حسب طول الراكب او السائق بيكون من خلال الطريقه اليدويه التقليديه، وليس بشكل آلي زي غيرها من الفئات اللي بيكون التحكم فيها كهربيا. الوسادات الهوائيه اللي بتحتوي عليها السياره جميعها مخصصه للمقاعد الاماميه، ما بتحتويش على مثيلتها فيما يخص المقعد الخلفي المخصص لاقلال عدد 3 افراد، وده الأمر اللي بيشكل خطورة وقصور فيما يخص معدلات الأمان الخاصة بالسيارة بالنسبة لركاب المقعد الخلفي، كما أنها غير مزودة بخاصية التنبيه الصوتي ضد خطر السرقة في حال تعرض جسم العربية من الخارج للارتطام أو محاولة فتح أحد أبواب العربية بشكل غير شرعي. غير مزودة بفوانيس ضباب خلفية على الرغم من امتلاكها فوانيس الضباب الأمامية، وده بيخلي رؤية الجهة الخلفية للسيارة بخلاف المناطق العمياء غير واضحة بالنسبة للسائق باستخدام المرايات الجانبية، وخاصة الكلام ده في حالة الشبورة والضباب اللي بتسبب في عدم وضوح الرؤية إلى حد كبير. على الرغم من امتلاك العربية رينو كادجر مرايات جانبية كهربية ومزودة بإشارات ضوئية جانبية متثبتة على المرايات دي بخلاف الإشارات الضوئية المثبتة على أجناب جسم السيارة، إلا أن طي المرايات لا يكون بطريقة كهربية أو آلية، حيث يتم ضمها وفتحها بشكل يدوي غير تلقائي وغير مرتبط بتشغيل محرك السيارة وإيقافه، على خلاف الكثير من الفئات الأخرى سواء اللي قامت شركة رينو الفرنسية بإنتاجها أو قامت شركات غيرها بإنتاجها. المصابيح الأمامية والخلفية الاتنين غير مزودين بإضاءات من النوع زينون شديد الإضاءة، بالإضافة لكون المصابيح الأمامية والخلفية غير حساسة ضد الإضاءة، أي أنها لا تعمل بشكل تلقائي كغيرها من المصابيح في الفئات الأخرى، ده بخلاف كون المساحات الخاصة بالزجاج الأمامي أو الزجاج الخلفي الاتنين ما فيهمش خاصية الحساسية ضد الأمطار، مما يجعل أمر تشغيلهم بالطريقة اليدوية فقط. تشغيل محرك العربية بيكون بالطريقة التقليدية، طبعا الكلام اللي بنتكلم عليه ده كله في الفئة الأولى والفئة الثانية، إنما الفئة الثالثة فيها زر تشغيل المحرك. وفي نهاية الفيديو أشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.